السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ايها الاحبه الكرام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سعداء بهذا اللقاء المتجدد موضوعنا لهذا اليوم نخصصه لفضيله صيام الست من شوال فالحمد لله والمنه اكرم الله تعالى عباده المؤمنين والمؤمنات بصيام شهر رمضان فكان الناس في رمضان بالنهار صائمين وبالليل قائمين وفيما بين ذلك تالين لكتاب الله عز وجل ويتنافسون في فعل الخيرات يتنافسون في عمل الصالحات فهنيئا لنا جميعا بما وفقنا الله سبحانه وتعالى الى ان ادركنا يوم العيد السعيد وكانت فرحه عظيمه فرحه كبيره اجتمع فيها الاهل والاحباب وتمت فيها صله الارحام وشكرنا المولى عز وجل على ما اعطى وانعم لكن يبدو بان مناسبات الخير ومناسبات العباده والطاعه تتوالى على المسلمين ولا تكاد تنتهي ما ان نمر على مرحله ونزل الستار إلا ويفتح لنا ربنا عز وجل مرحلة أخرى أجمل وأكمل. فنحن بعد أن ودعنا رمضان، ها قد جاءنا شوال. هذا الشهر الفضيل فيه يوم أو أيام مباركات. من وفق إلى الخير قام بصيامها. كان سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء رمضان يخطب في أبناء الأمة الإسلامية آنذاك من الصحابة الأنصار والمهاجرين فكما حدثنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان له كصيام الظهر الصحابة لما سمعوا هذا الكلام أخذوه بفرح وسرور وبدأ بعضهم يهنئ بعضا يهنئ بعضهم بعضا لان هذا خير عظيم هذه غنائم ربما ان الاجر والتواب لا يظهر في الحياه الدنيا ولكن مضمون باذن الله تعالى في الدار الاخره فكانوا يفرحون بمثل هذه الاعطيات اكثر مما يفرحون من اخذ الدراهم والدنانير لان الحسنات قيمتها عظيمه عند الرحمن ما معنى من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان له كصيام الدهر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفسر هذا المعنى المعنى هو ان الحسنه بعشر امثالها الانسان اذا قام بعمل حسنه واحده فميزان التعويضات الالهيه في ديننا العظيم وهو ان الحسنه بعشر امثالها الى ما شاء الله تعالى فمن صام رمضان وهو ثلاثون يوما فكانما صام 300 يوم ومن صام ست من شوال فكانما صام 60 يوم والمجموع 360 هي السنه بكاملها فصيام رمضان يعدل صيام عشرة شهور وست من شوال تعدل شهرين والمجموع 12 شهرا وهذا هو معنى الدهر فمن وفقه المولى عز وجل لصيام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان يوم القيامة مبعوثا وقد مكتوب عليه أنه صام الدهر بكامله بأنك طول عمرك كنت صائما كل رمضان تصومه وتعقبه بست من شوال فأنت دائما وأبدا من عباد الله الصائمين طول السنة لكن ليس كل الناس يستطيعون الصيام هذه الأيام المباركة من شوال فنريد ان نحت انفسنا جميعا ايها الاحباب الكرام لندفع عنا الاعذار وندفع عنا المثبطات فهناك ابليس وجنوده دائما يقولون ولم التعب وقد جاء الافطار والاكل والشرب والتنعم ويسوف فيما بعد تعالوا بنا ايها الاحبه الكرام نبين الفضل في هذه الست من شوال اولها فلعل في صيامنا كان اخطاء لعل نهار رمضان وقعنا في اخطاء وفي ذنوب وفي اتام وفي تقصير ولا تجبر هذه الاخطاء الا بان نقوم بالصيام فهذا هو دور النوافل النوافل في الصلاه والصدقات بعد الزكاه والعمره بعد الحج هذه كلها نوافل كل عباده فريضه من الفرائض عندها نوافل اما تكون قبليه او بعديه او هما معا ما دور هذه النوافل هي اننا نحرص على ان نرقع ما وقع لنا من من اخطاء في عبادتنا فلاحظوا بان صيام رمضان قبله كنا نصوم شعبان والنبي الكريم كان يحث عليه وقال إذا انتصف شعبا فأمسكوا فكنا نستعد لاستقبال رمضان ثم بعد أن ودعناه نصوم ست من شوال وكأننا نكفر الذنوب والخطايا فلعل كل واحد منا ارتكب خطايا وارتكب زلات وارتكب هنات فهذه فرصتنا لكي نصحح ونرقع ما يمكن تداركه الأمر الثاني أيها الأحبة الكرام هو شكر للنعمة كين بعض الصالحين والصالحات الحمد لله كانوا في رمضان كانوا يحرصون على أن يكون صيامهم صحيح وفق السنة وهؤلاء أيضا عليهم ويحبد لهم أن يصوموا لماذا؟ شكرا للنعمة فيقال بأن من علامات القبول أننا نقوم الطاعة بعد الطاعة إذا وفقك الله لعمل صالح من الصالحات اذا قبلك يوفقك للطاعه بعدها فكان الصالحون يشعرون بان الله تعالى ما علامه قبول صيامنا ما علامه قبول قيامنا وتلاوتنا لرمضان القبول وانه بعد رمضان يعطيك استعداد لكي تصوم ست من شوال فمن يصوم ست من شوال فهذا علامه على القبول باذن الله الواحد الاحد ثم نشكر الله تعالى سيدنا النبي كان يصلي وكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه وكان يقال له يا رسول الله الم يغفر لك الله تعالى ما تقدم من ذنبك وما تاخر فكان يجيب الا اكون عبدا شكورا الا اكون عبدا شكورا فالانسان يتعب ويشقى من اجل عباده الرحمن فالتعب سوف يزول لكن الاجر والتواب سيظل معك الى قيام الساعه ويبقى معك الى ابد الابدين خالدين فيها ابدا هذا الفضل العظيم الكثير من الناس يقولون هذه الايام واش نصومها مباشره بعد رمضان ام ننتظر قليلا هو كل خير لكن الافضل ان الانسان يعجل بصيامها لان عندنا مبدا في السنه النبويه وهو المصارعه في الخيرات فربنا عز وجل يقول وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين فنحن مطالبين بان نسرع في الخير كلما اسرعنا كان افضل وسابقوا الى جنه عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مرة ربنا عز وجل يقول لنا سارعوا ومره يقولنا لنا وسابقوا هذا كله حث على ان نسرع في اداء هذه الايام بعد رمضان طبعا يوم العيد يحرم فيه الصيام ويوم الافطار وتجمع العائلات وشكر النعمه والتكبير ولكن بعدها نبدا بصيام ست ايام من شوال لان هناك من يسوف يقول من بعد من بعد لان هناك راي فقهي يقول انها تصام بعد الايام البيض او قبلها بثلاث ايام نبداها قبل الايام البيض بثلاث ايام ذلك مخافه ان تشتبه برمضان ويظن الناس بانها جزء من رمضان هذا راي لكن العموم هو ان الانسان يسرع كلما اسرع كان افضل بعض الناس قد يصوم ويبقى يسوف ولا يكملها هناك من يصوم أربعة أيام وينقضي شوال ويقول ماذا أفعل؟ هل علي قضاء؟ نقول لا الإنسان هذه هذه ما فيها قضاء هذا نوع من القربات التقرب إلى المولى عز وجل إن أديتها كان لك الأجر كاملا وإن لم تؤديها نقص من أجرك أما إذا كانت النيه صالحه كتب لك الأجر كاملا فلهذا الإنسان عليه أن يسرع في الأداء بعض الناس يتساءلون هل نصومها مجتمعه او متفرقه انت بالخيار فتصمها مجتمعه حسن تفرقها على الايام البيض او على الايام الاثنين والخميس كله خير فالمقصود انك تصومها في داخل شهر شوال سواء مجتمعه او متفرقه بعض الناس يتساءلون اذا كان عندهم قضاء في رمضان لم يكمل الصيام اما بعض النساء عندهم الحيض فعندها ايام معدودات لم تكن تصوم واما امراه حامل واما انسان مريض او انسان مسافر ولم يصوم بضعه ايام ثم جاءت شوال هل يصوم شوال اولا ام يقضي ما عليه الراي الراجح عند العلماء انه لا بد ان نقضي اولا الأيام التي في ذمتنا لأن الحديث صريح وواضح من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال صام رمضان يعني أكمل العدة على الأقل 29 يوما من الصيام فلا بد أن نقضي ال 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 الواجب الذي في ذمتنا اللي هو دين علينا نؤديه أولا ثم بعده نصوم الست من شوال لكن إذا تبين بأن الإنسان متعب أو عنده ظروف قاهرة لا يستطيع أن يقضي الأيام التي في ذمته ثم يتبع من شوال هناك رخصة رخصة هو أن القضاء ربنا عز وجل جعله طيلة السنة فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة فالأصل في القضاء هو طول العام عندك 11 شهر لكن شوال مرهون بشهر شوال، اذا انقضى شوال فاتت ايام الفضل لان الايام خاصه بشوال فقط والايام الاخرى لها فضل اخر فكل خير باذن الله من استطاع ان يقضي اولا فليفعل ومن تعذر عليه فليقدم او يؤخر حسب المصلحه وحسب القدره ولا يكلف الله نفسا الا وسعها وهنيئا للصائمين وهنيئا للصائم للصائمات وهنيئا للذاكرين والذاكرات فاللهم تقبل منا صيام رمضان ووفقنا لصيام ست من شوال واجعلنا دوما على الطريق على طريق الطاعه والهدايه والنور اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عدنا ايها الاحباب الكرام لنفتح خطوطنا الهاتفيه من اجل ان نتواصل معكم. أرقامنا كالعادة 05 22 88 00 60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05 22 46 72 50 أو 51 أو 52 واحد الملتمس من أختنا فاطنة من دالبيضاء آآ أه تحاول الاتصال بالهاتف لكن يتعذر عليها وترددت على مقر الاداعه مرات متعدده وهي تطالب وتناشد المستمعين والمستمعات تناشدهم ان يدعوا لها دعوه خير فاطمه كتعرف واحد شاب اسمه حسن سنوات طوال وهي تنتظر منه ان يطرق الباب بينهما تواصل ولكن يبدو ان هناك مانع يفصل بينه وبينها استعملت جميع الطرق والاساليب لكنها لم تفلح وبقي الامل في الله عز وجل ثم في دعوه صالحه من عند المؤمنين والمؤمنات ان يجمع الله بين حسن وفطنة فاطمه واحد شابه متواضعه شابه خجوله وتخاف من السنين تمر بسرعه وتحتاج الى انها تستكمل فرحتها وأنها يكون له أبناء من الأخ حسن لكن حسن يبدو ظروفه المادية صعبة وعنده موانع نفسية وربما موانع أخرى روحية لم يجرؤ على أن يطرق الباب ويتخذ الخطوات فجزاكم الله خيرا تلتمس منكم فطنة وأنتم صائمين هذه الأيام الست من, شوال فدل واحد فتحة لعل الله تعالى يكتب لها مكاتب الخير فاللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين نتوسل إليك بهذه الأيام المباركة من شوال وهذا الصيام ديال المؤمنين والمؤمنات نتوسل إليك يا رب العالمين بكل من طفى حول البيت وقبل الحجر الأسعد نتوسل إليك يا مولانا بوجهك ونورك العظيم أن تتجلى على أختنا فاطمة بالمحبة والمودة اللهم اجمع بينها وما بين اخينا حسن، اللهم اجمع بينهما في الخير، اللهم الف بين قلبيهما، اللهم انزع ما بينهما من موانع ومن عكوسات من نصيبها واجعلها من نصيبه وأنس وحشتها، اللهم واجعل هذا الزواج يكون مباركا في القريب العاجل، فقد طال عنهم الامد وكثر عليه الاحزان والهموم اللهم عجل لها بالافراح، عجل لها بالمسرات بفضلك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين، قولوا معنا جميعا امين. امين امين يا ربي يا كريم. <applause> ونتحول من دار البيضاء الى اقليم الشاون مع مريم. السلام أيوة عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عيد مبارك سعيد، ودعيد جديد ونطلب الله يعطيك المزيد. اللهم امين لاله مريم شكرا لك يحفظك الله ومرحبا بك يا الف مرحبا الله يبارك فيك في يا مرحبا اهلا وسهلا بك الله يبارك فيك عندي انا بغيت نعطيك واحد واحد المحاضره غير واحد المقتطف منا اياه لا نستفيد لاحظ عليا نستفيد ان شاء الله ان شاء الله غير واحد المقتطف منا وسمح لي بزاف بزاف وقبل ما نعطيك هذا المقتطف منا ل... كان وجه النداء للاخت اللي وزن هي هي كبتاضر بصف لجاري غير ان شاء الله يكون النداء ديالها يكون موسم باذن الله اي نعم الاخت نعم, نعم. جه تحيهي للاصدقاء المكفوفين كاملين والمكفوفات من من سيدي وجيء وجي نعم تواصلت معهم في هذا العيد السعيد مجموعه ديال اخواتنا المكفوفات اللي هما يا واحد السن متقدم وكيقلبوا على ازواج صالحين و... وانا عندي الارقام الهاتفيه وكنعاود نجدد النداء اي ود الناس بغى يرتبط مع شابات متعددات انا واحد المقتطف من الدار ان شاء الله واحد المقتطف مرحبا لالا ونتمنى ان شاء الله تلاحظ عليا مرحبا ملاحظه ملاحظه دقيقه ان شاء الله يرحم. لا لان انا اول مره غنقرا الدرس في بديت الحمد لله بديت نخدم ان شاء الله انا كنت غنعطي لك المسابقه ولكن الحمد لله ساعات الاقدار نخدموا دابا تفضل لالا ان الحمد لله نحمده ونشكره ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه، نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فهو فلا هادي له ومن يضل فلا مضل له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الامانه وادى الرساله ونصح للامه وكشف الله به الغمه وجاهد في الله حق حق جهاده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم اتقوا الله وقولوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم شكرا لك أه أه للا مريم اسمع للا مريم انت مكفوفه هذا الكلام واش من حفظك ولا كتقراي بطريقه براي ولا كيفاش؟ لا انا كنقراها كثير نعم انا كنقرا غير كارت النواغ غير بالسمع بالسمع اه تبارك الله عليك يا تبارك الله عليك مليا مليا مريم قريتي محاربه الامية قريتي في المساجد لا ما انا محاربه الامية لا وكيفاش قريتي يا بنتي؟ انا قريت غير كارت عندي في الميديا وصافي عندي الراديو حدايا عندي كارت النواغ كنقرا بها هيدا وصافي يعني انت عندك المدرسة كلها هي كارت ميمواغ يعني ما عندك لا مدرسة ما ها عندك لا أستاذ ما عندك لا مفتيش ما كنت يعني غير هذا الاجتهاد استطعتي أنك تحفظي القرآن الكريم ودابا دخلتي الحمد لله في الخطب المنبرية ها هو ها هو, سلح سلح. ها هو نعم نعم مريم نعم 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 بإذن الله نعم بإذن الله ربما مشكله في التواصل مع التليفون في نفس الوقت مع الاثير لكن الرساله وصلت يا مريم وصلت الرساله شكرك الشكر الجزيل مريم من اقليم الشاون فاقده للبصر عمرها ما قرات في المدرسه واستطاعت بقوه الاراده والعزيمه انها تحفظ الكثير من القران العظيم وتحفظ بالقواعد والتجويد وصارت الان كتجمع النساء في اقليم الشاون وكتعلمهم القران الكريم وكتحفظهم وكتدير لهم التفسير ودابا الان مريم انتقلت الى مرحله ثانيه وهو حفظ الخطب المنبريه. الكلام اللي قالته مريم هذه مقدمه كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كلما اراد ان يخطب في الامه كان يبدا بهذه المقدمه ان الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ويعطي الوصايا العامه يا ايها الناس اتقوا ربكم فصار خطباء الجمعه في المنابر عبر العالم الاسلامي يقتدون بهذه السنه النبويه ويبداون بهذه المقدمه. فالغريب ان مريم تعطينا واحد واحد الامل جميل هو ان ليس بالضروره ان الانسان حتى يجد هناك مدرسه ومدرس وطاقم تربوي ومجموعه من الاجراءات عاد يبدا يقرا. مريم غير بقوه الاراده والعزيمه عندها هاتف ذكي وكانت ميمواغ عن طريق السمع بدات تقرا وتتعلم. الغريب ان مجموعه الاخوات التي اللي تصلوا بنا في الاذاعه وهن مكفوفات او عندهم اعاقه في الغالب كتلقاهم كيشتكيو من وضعيتهم كاين تشتكي بانها فقيره كاين اللي بانها لم تتزوج والسنوات تمر عليها بسرعه وترغب في الحمل كاين اللي كتقول بانها لم تتعلم اي حرفه او اي صنعه تكسب منها قوتها كل وحده عندها مشكله من المشاكل لكن مريم كلما اتصلت لا تذكر اي مشكله ما عندها مشكل مريم عندها واحد الهدف في الحياه انها تتعلم وتعلم انها تقرا ثم بعد ذلك يحصل لها الوعي ثم تنشره بين الناس فكلقوا بان مريم دائما متفائله دائما كتشعر بانها مقبله على الحياه لم نسمعها قط مرات تتصل كل مره كتجيب فائده جديده ولم تشكو ابدا من صعوبه الحياه وهذه نقطه ايجابيه ينبغي جميع الساده المستمعين انهم ينتبهون اليها كل واحد منا في موقعه الا وعنده من الابتلاءات والشدائد في الحياه ما الله بيعلم ربنا يتنزه في ملكه فكل واحد عنده النصيب دياله لكن من هو الشاطر الشاطر هو انه لا يحزن الشاطر هو انه لا ينشغل بالهموم وانما يخط طريقه رسم خريطه الطريق ويسير اليها قدما يجده يعمل ويجتهد ويبقى دائما متفائل تحيه اليك كبيره يا للا مريم واسال الله تعالى ان ينفع بك الناس ويجعلك من الصالحات ويرزقك من حيث لا تحتسبين وتحيه كبيره لاقليم الشاون ونتحول الى اقليم تازه مع للا اسراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم مرحبا لالا إسراء كي دكتور بخير الله يبارك فيك للا. أعزكم الله أنا فرحانة بزاف حيت شد لي الخط شحال وأنا كنصوني يعني هذه شي ربع سنين ولا خمس سنين وكنتمنى يشد لي الخط والحمد لله اليوم معذرة معذرة مع إسراء بنتي الله يعلي مقامك الله ييييي. يعشر خطواتك يا رب آمين يا دكتور دكتور بغيتك تدعي معايا وبغيت النمره ديالك ضروري يعني عندي واحد المشكل هذه شحال من عام وبغيت نحكي لك بغيت النمره ديالك واخا لالا اسراء مرحبا نعطي لك لالا غير ممكن تحدثينا عن المشكل او ولو باختصار اسراء الو نعم كنسمعك لالا ربما عندك خجل باش تكلمي في الاثير بغيت النمره ديالك يا دكتور واخا اسراء انا غندوزك للستوندار وغادي لك باذن الله ونتحدث فيما بعد وان شاء الله يكون خير باذن الله لكن كنبغي نقول لك بنتي اسراء اي مشكل اي مشكل مهما كان شانه راه في الاول يبدا كبير ثم يصير في الصغر سبحان الله العظيم يقال قاعده كل شيء في الوجود يبدا صغير ثم يستمر في الكبر اي شيء حتى الانسان يبدا جنين ثم يصير صبي ثم طفل ثم مراهق ثم كهل ثم رجل وهكذا حتى النبتة تبدأ بحبة ثم سنبلة ثم ثم شجرة فهكذا كل شيء في الوجود يبدأ صغير ثم يستمر في الكبر إلا المصائب والمشاكل الكبرى كتلقاها كبيرة في الأول ثم سرعان ما, ما ما تبدأ في الصغر ما تخافوش هذه قاعدة رحمة بالعباد وضعها الله لعباده المؤمنين من فقهها ارتاح قلبه ومن غابت عنه تتلقى دائما في كدر اطمئنوا ايها الاحباب الكرام كل مشكل ايما مشكل عندك اعتبر بانه كبير مهما كان كبير غير خليه راه سوف يزول وسوف يبدا يتصاغر يتصاغر ويتناقص حتى يكاد يزول من تلقاء نفسه غير بشويه الصبر وشويه الاحتساب وخليها على الله ومشيها ويا الله ومن ثم سوف تجد عجائب قدره الله تعالى لالا لا اسراء بنتي اسال الله الواحد الاحد ان يفرج همومك وان ينفس كروبك وان يعلي درجتك ويحقق رجاءك اسال الله تعالى بحق قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ان يعطيك المولى عز وجل من الخيرات والبركات حتى تشعرين بالرضا وتمام الرضا اللهم عجل لاختنا اسراء بالفرج اللهم عجل لها بالخير اللهم عجل لها بالبركه قولوا معنا جميعا امين 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 يا ربي يا كريم. ونتحول من تازه الى الجرف جرف الملح مع العواطف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا دكتور لاباس عليك. الحمد لله بنتي الله يبارك فيك. بارك <applause> عواشرك. الله يبارك فيكم وعلى جميع المسلمين. ألو مرحبا كنسمعك بنتي عواطف نعم ما كنسمعش مزيان حنا كنسمعوك مزيان الحمد لله بنتي كل شيء لاباس العائلة بخير كنسمعش مزيان غير تكلمي تكلموا حنا كنسمعوك مزيان اه مشكل كنت بغيت تقدي مع واحد الوالدة عندي مريضة مسكينة الله يرحم لك الوالدين لا إله إلا الله ألو كنسمعك كنسمعك لا إله إلا الله بنتي عواطف قناة نصائح وإرشادات مجانية أطف أه فيك الخير أنك كتصل بإذاعة وكتلتمسي من الناس واحد دعوة ديال الخير بالشفاء للوالدة والوالدين عندهم واحد مقام رفيع ربي سبحانه وتعالى أعطاهم واحد القدر ليس بعده قدر وقضى ربك ربكم أَلَّا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا خصوصا الام الام اللي جعل ربي عز وجل الجنه للناس الناس من اجلها جعل الجنه تحت اقدام الامهات هذه الجنه اللي هي غاليه الثمن اللي هي باهظه الثمن اللي هي سلعه الله الغاليه للناس الناس كيصليوا وكيصوموا وكيناضلوا وكيجاهدوا باش يكونوا من اهل الجنه ربي عز وجل اختصرها فقال بان الجنه تحت اقدام الامهات فهنيئا لك بالطاعه والاحسان للوالدين. نسال الله تعالى العواطف ان يشافي الوالده. اللهم يا رب يا كريم يا رحمن يا رحيم. نسالك ان تتجلى على ام عواطف بالشفاء الكامل وبالصحه والعافيه وتمام العافيه. اللهم رب الناس اذهب الباس، اشف انت الشافي. لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي الما. اسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يشافي والدتك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها ويعافيها ويكرمها وكل من قال آمين اللهم متعنا وإياه بالصحة والعافية وتمام العافية قولوا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم ونتحول من الجرف المالح إلى إقليم العرائش مع سيدي محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم في كريبان. أهلا. أنا مراته، أنا مراته. مرحبا لالا زوجتي محمد، مرحبا لالا. كنتي لاباس، مبروك عيدك. الله يبارك فيكم لالا. تعيد وسعيد كل عم بخير، صحة جيدة، نحن وليداتنا والجولات جميع الم... جميع المسلمين. حفظك الله ورعاك الله، تحيه كبيرة لأهل العرائش. اعطينا معاك من العرائش في كريبان. مرحبا. هذيك عشان خاطر انا حاس بها ايها ايه هلاله كذا لك تحية كبيره وسعداتكم بهذاك الاقليم اللي هو صغير في حجمه وكبير في معناه بطبيعته وجماليته ومناخه واناسه الطيبون. ربي الله يجازيك بخير، الله يجازيك بخير. اعزكم الله لله بزاف الله يجازيك بخير. نتمنى لك الصحه و... صحة ونضار صحة ونضار اللهم امين يا رحمن يا رحيم اه ربنا كريم شنو سي كريم انا نعاود لك عندي واحد البنيته يا لالا اللي يجي لذاك بكر عاشق اييه فهمتي ودابا في عمرها 25 عام 26 عام اياه فهمتي وما كاين حتى شي حاجه سببت له الرؤيه الشرعيه وشي ثلاثه الناس ولا اكثر واقيله وباقي الله سبحانه ما جابش يتيسر فهمتي إيه؟ وما لا زعما انت ذاك الرؤيا عاوتاني نعملها عامله وانا على وداك الشيء نعم فهمتي وبقى مسكينه هاي ذاك باقا بعض المرات لا اله الا تغوت فهمتي زعما الحمد لله شو ما قدر الله سبحانه ونعم بالله ونعم بالله وعندي واحد المشكل واحد ولد دعي الله يسر له يا رحمة ليعود الله عاودنا اللي عاودنا عليه هذاك المرة عاودت لك ذاك المرة عليه ايه نعم فهمتي وعندي الراجل مريض واحد من المرض مزمن المهم الله يشافينا ويشافي كل مريض يا رب مريض مرة بغيت نتصل بك بيني وبينك باش نقول لك المرض دعي معاه بالشفاء يا رحمن يا رحيم فهمتي ودعي معايا انا بالشفاء والجامع تص واحد المرض الحمد لله به لا لا الله, الله الحمد لله الحمد لله على كل حال الحمد لله ربي كبير سبحانه وتعالى ايه الحمد لله الانسان مو... عايش يشوف ضوء الدنيا هذه واحد النعمه من عند عمب الله فهمتي اي هلا لا اي للا... ودائما واحد السيده راه هي اختي الله سبحانه من عند الله سبحانه وجل سقيت اختي من مراكش ايه مشرفين كانت مسكينه عندها الوليدات ومرضت بواحد المرض الله يشافيها ويشافي جميع المسلمين اللهم امين يا رب اللهم امين والله يفسخ له كل بنت وكل اي واحد عندنا شي عقد الله يفسخ له اللهم امين يا رب واللي يستعمل المخدر الله يعفو علينا وعليه وعلى وليداتنا وعلى جميع المسلمين يا رب يا كريم واللي في الله يطلق له السراح يا رب يا كريم واللي هو ماشي في الحديد الله ي... طريق السلامة يا واللي يا ماشي رحمة. في البحار طريق السلامة يا رب واللي على على رجلو طريق السلامة يا رب يا رب فهمتي والله يستر لك الله يستر لك الله يستر لك ديما الخير الله يخليك ديما نوارا اللهم امين شكرا لك لاله شكرا لك الشكر الجزيل الجزيل وتحية كبيرة لأهل العرائش وشتو الكلام كيدير شتو الكلام ديال الناس ديال العرائش ناس أعطاهم الله تعالى واحد القلب من جوهر وكلامهم كله حلو ودائما فيه في الخير. آه الشريفه ذكرت كل الناس اللي في البحر واللي غادي على رجليه واللي هو كان مسجون واللي 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 لا اله الا الله. مبدئيا آه كنبغي نقول لك الشريفه آه الحياه الدنيا هكذا خلق ربي عز وجل ويتنزه وكيعطينا بين الفينه والاخرى بعض الابتلاءات. هذيك الابتلاءات ما معناها؟ بحال واحد القرصه ديال الاذن الله سبحانه وتعالى كيقول لنا يا عبادي انتبهوا كتسمى ايقاظ الغافلين الصحابه والصالحين والفضلاء ديال هذه الامه ما كانوش يعتبروها دي مصائب ديال الدهر يعتبروها بانها ايقاظ الغافلين ملي الله سبحانه وتعالى يصيبك بشيء من الامراض والاسقام او من الشدائد او الكروب او الديون ما معنى ذلك كيقول لك هذاك ايقاظ الغافلين يقول لك معناه ان ربي عز وجل ارادك ان تقترب منه اكثر اقترب منه اكثر خصوصا ملي كدير الاسباب كتمشي انت عند الخبراء وكتمشي عند الاختصاصيين وكتنفق الاموال والنتيجه ماكيناش الانسان غيدير جهده الطبيب غيدير جهده الراقي غيدير الخبير الاجتماعي غيدير جهده ولكن النتيجه ماكيناش يقول لك الله تعالى ليس دائما الاسباب مرتبطه بمسبباتها ليس دائما العله مرتبطه بمعلولتها هناك قدره الله فوق كل شيء فكان الصحابه الى الصالحين الى مرت بهم واحد الظرفيه هكذا يقولوا راه معنى الفكره ايقاظ الغافلين تنبيه الغافلين اقترب من الحق عز وجل اكثر فاكثر وربي غيجيب الشفاء لا لا البنيه ديالك اللي هي عندها هذا المرض ديال العاشق هذا مرض ينتشر في مجموعه من الاوساط الشابات اللي هما في مقتبل العمر ومقبلة على الزواج غالبا واحد مجموعة منهم كيتصابوا بهذا المس والأسباب كثيرة كاين اللي كتكون غير مهمومة عند الهموم الشديدة فيرتبط بهذا المس وكاين اللي هي كتشوف راسها في المراية بزاف بالليل كتبقى دائما كتنظر في المرآة ديالها فتصابوا بالمس وكاين الله كتكون مرصودة بعمل شيطاني بسحر شو واحد اللي عمل باش يأديها فتصاب بالمس انواع كثيره وكل غير اعتداء هذاك المس عجبها وجا جا بغى ياديها فهذا الجني العاشق كيصيب الفتاه ويمنعها من الزواج ويظهر لها بالليل وربما يحاول معاشرتها وغالبا ملي كتسول هذه الفتيات اش كيبان لك؟ كتقول لك خيال ثم يصير انسان خلق الجسم ديالو بحل بحال الشعر ديال الجمل هكا كتشعر به وقوي وكتقهر كيغلبها وتم يوم في الاخر تمكن نفسها منه وكتبقى هكذا معذبه هذا المخلوق هو ظالم معتد على جميع الحالات ظالم معتدي لان كيعذب البنات وكيعدب النساء كما كاين الرجال حتى هما عندهم الجنيه العاشقه كتلقى انسان مهووس او كتلقاه مهموم حتى هو كيتصاب بذلك وكي ويقاوم في اول الامر وربما قد يرضخ للامر ويستانس بهذه الوضعيه لكنها وضعيه غير سليمه لان يبقى الانسان كيبدا يضعف وكيبدا يمرض العلاقه ما بين هذه الارواح الخبيثه والناس هي ياخذوا منهم واحد الماده في الجسم ديالنا اللي كتسمى رحيق الحياه اللي تعطينا الحيويه والبهجه كتخلي الانسان وجهه منور عنده رحيق الحياة هذيك المادة كيمصها هذا الجن من الإنسان اللي هو ممسوس لا درتي الأسباب من أجل العلاج لبنتك وحاولتي بجميع الطرق والوسائل الممكنة ولكن هناك آآ آآ طريقة ديال العلاج كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن السبعين من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب هذا الكلام قال النبي الكريم في خضم واحد المشاكل كان يعاني من الصحابة وظروف صعبة فأراد النبي الكريم أن يرتقي بإحساسهم لأنهم كانوا كيقلبوا على الأسباب والمسببات وكان دير ونخطط وشكل اللي غينقذني وشكون اللي يقدم المساعدة فأراد النبي الكريم أن يرفع هممهم ماذا قال لهم سبعون من أمتي سبعون ألف من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب سبعين ألف وهاد عند العرب للمبالغة وهي ربما قد تكون أكثر من ذلك غادي يدخلوا الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب غادي يخرجوا من القبور إلى القصور مباشرة فقالوا من هم يا رسول الله شكون هادو قال هم قوم لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون كتلقى الانسان كحيد أسباب ما بقى يدير لا رقيه ما يبقى يمشي عند فقيه ما يمشي عند طبيب سلم امره لصاحب الامر يتوكل على المولى عز وجل لاسباب دارها دار الاسباب دار ملف طبي زار الطبيب مشى عند الراقي مشى عند الخبير الاجتماعي اللي في جهده داره ولكن لا ينبغي ان يبقى هكذا دائما يجري وراء الاسباب صافي درنا اللي عطى الله اش التوكل على الحي الذي لا يموت نتوكل عليه تقول يا ربي هكذا اللي في يدرت وانا الان سلمت امري اليك في كل يوم او كل ليله من كنبغي نعس وانا مهموم وانا مريض وانا سقيم وانا مع الى الحق عز وجل ماذا افعل؟ حينما اريد ان انام اتوضا واصلي ركعتين انام على طهاره ثم اقول اللهم اني وجهت وجهي اليك والجات ظهري اليك وفوضت امري اليك لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك. امنت بكتابك الذي انزلت وبرسولك الذي ارسلت. هذا التفويض فوضت امري الى الى خالقي انتهى. اللي من الخلق غنقول بخير وعلى خير، انا ربي لي عالم بيا. عندك ظروف، عندك هموم، عندك امراض، عندك اسقام، عندك مشاكل. اللي من الخلق غتقول لي الحمد لله والشكر لله. لكن حينما نقول بيننا وبين خالقنا نشكو اليه. كما كان يفعل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس إلى من تكلني دعاء طويل كان النبي الكريم يقوله يبت شكواه إلى ربه عز وجل وكما قال سيدنا يعقوب عليه السلام إنما أبت حزني إلى الله يشكو إلى خالقه عز وجل ما الذي يقع ربنا سبحانه وتعالى يباهي بين الملائكة ويقول يا ملائكتي انظروا إلى عبد فلان وانظروا إلى أمتي فلانة أعطيتهم من البلاء والشدائد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ها أم صبروا واحتسبوا وقالوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فيباهي بهم الله الملائكة ثم بعد ذلك يجتبيهم اش غادي يوقع فيما بعد الخطوه المواليه الاجتباء ان اللي صبر حتى بعض الناس يقول لك انا الاسباب وأن وكل رمضان وانا كندعي رمضان كله وانا كندعي رمضان وانا كنقيم الليل وكنصدق وكنلقى الناس يدعوا معايا وباقي الوضع كما هو كما هو هذا كنقولوا ليه ربنا عز وجل ارادك في مقام اعظم لان اللي كيبقى يدعي ويدير الاسباب وما كيلقى نتائج معنى ان الله تعالى هذا يريد ان يؤخره ليصطفيه هاد الاولياء اللي كنسمعوا عليهم، وهاد الصالحين اللي كنسمعوا عليهم، والتاريخ عامر بهم. كيف وصلوا إلى هذا المقام ديال الولاية؟ اللي قال فيهم الله تعالى: "ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون". واللي قال فيهم الحديث القدسي: "من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب". باش وصلوا لهذا المقام؟ راه بحالهم، لكن فاتونا بواحد المهمة، وهو أنهم حينما يتعرضون للبلاء والشدائد، يصبرون. ويحتسبون ويسلمون الامر لصاحب الامر وربنا سبحانه وتعالى في سمائه وعليائه يباهي بهم الملائكه يقول يا ملائكتي انتم كتعبدوني انتم اصلا فطرتكم على العباده والطاعه فطرتكم على التسبيح والتكبير اما هؤلاء فقد خيرتهم بين الطاعه والمعصيه وقد ابتليتهم وزدتهم في البلاء وصبروا واحتسبوا فيقول الم اخبركم لما قلت اني جاف في الارض خليفه فقلتم اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فقلت لكم اني اعلم ما لا تعلمون ها هو الدليل والبرهان فكن قول احباب الكرام اللي عنده شده من الشدائد يصبر زيد في الصبر ديالك وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان لله وإنا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون فوالله وبالله وتالله اقسم غير حانتين بان الوضع سوف يتحسن الى افضل ما يمكن ان تتصور الوضع سيتحسن هذا البلاء سوف يزول هذا الاسقام ستزول هذا الفقر سوف يزول هذا الذل والمهانه سوف تزول كلها ثم غير انتظر قليلا فان ربنا يباهي بك الملائكه فاذا اعطاك ادهشك إذا أعطاك فتح لك الأبواب على مصراعيها لأن الله تعالى غني وكريم ولطيف بالعباد أسأل الله الكريم الشريفة ديالنا زوجة سيدي محمد الله يشفيك لك البنية اللهم يا رب ارفع عنها البلاء وارفع عنها الجن العاشق واحفظ ذاك الوليد وبعد عليه المخدرات واجعله مؤمنا صالحا طيبا الله يشفي الزوج وشفي العائلة أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتجلى عليكم في هذه الساعة المباركة بالرحمات والبركات والفتوحات والخيرات ويجعل هذه الساعة آخر أحزانكم ويجعل ما بعدها أفراح ومسرات اللهم عجل بالفرج اللهم عجل بالفرج اللهم عجل بالفرج قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم ونتحول من اقليم العرائش الى اقليم اسفي مع لاله مريم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مريم من اقليم اسفي اهلا بك يا مريم وربما هناك مشكل في التواصل مع دراما يا مريم وتحيه كبيره لك ولساكنه اقليم اسفي واسال الله الواحد الاحد ان يفرج هم المهمومين وينفس كرب المكروبين ويقضي الدين عن المدينين وما ذلك على الله بعزيز ربنا عز وجل لا يحتاج الى اسباب ومسببات ربنا عز وجل امره بين الكاف والنون اذا قضى امرا انما يقول له كن فيكون يكفي ان الانسان يكون قلبه مرتبطا بالله ولسانه رطبا بذكر الله ودائما اوصيكم ايها الاحباب الكرام بالتفويض وافوض امري الى الله دائما لا تحزن لا تحزن عندك مشكله في المحكمه عندك مشكله في القضاء في الشرطه عندك ديون في البنك عندك مشاكل مع العائله مع الجيران عندك وعكه صحيه ملفات في المصحات كل هذا لا يهم لان الله سبحانه وتعالى اسمه الرحمن الرحيم اللطيف بالعباد ادعوه كثيرا وسترى عجائب قدرة الله لأنه كل ليلة يكتب قدرا جديد اطلبه أن يكتب لك قدرا عظيما قدرا جليلا قدرا مباركا وسوف تجد عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى هناك مكالمات كثيرة على الخط لكن يبدو اخونا سامي الناس كيطلبوا غير رقم الهاتف الشخصي لكي يتحدثوا عن قضايا اخرى خارج البرنامج ربما هناك بعض القضايا الحساسه او المثيره او التي ربما فيها شيء من الحياة او الخجل فلا يجرؤ بعض المستمعين على البوح بها امام الملا فمرحبا اخونا سامي كيعطي الرقم نتواصل فيما بعد ونتحول الى اقليم العيون مع السي خالد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عمي كوري حياك الله سيدي خالد وإنك دعا معنا وحد دعوة ديال الخير يا رحمن يا رحيم أخويا يا رحمن يا وأنا من حاجة تحل الخطأ الله يسمى بالخير الخير أشبك عليك ولدي أنا عندي جوج وليدات أيه بني وليد. نعم وأنا طالب معاش وزن جان الكروتة الكروسة أيه وكاريو معي مريحة معايا الوليدة ما تشوفش لا إله إلا الله وكنت قلت للمراه صافي الوليدات بارك علينا يعني هالجوج الجوج ما تحمليش اييه وحملت المراه نعم ونوضت انا وياها توصل توصلنا منو لا لها تحيد ما تحيديهم هذا هو الخطا اللي درت وحيدتهم لا نعم نكمل لك اييه وربي على هذا الخطا اللي درت هي ما قنعتيش بواحد عطاني جوج زادوا عندي تويميين وليد وبنيه بارك الله تبارك الله وانا حسيت براسي درت خطا اييه وهي قالت لي هادشي عطاه لي الله سبحانه وما عرفتش الدراري يدخلوا لنا بالرزق اكيد وانا شنو واش كامل هي الظروف الماديه انا عندي اكل روسه لا اله الا الله وكاري والزمان غالبني لا اله الا الله وبغيت الدريه ومعايا الوالده مسكينه ما تتشوفش لا اله الا الله يا رب والمراه شويه هي عيانه والدراري عندي جوج المدرسه وها التويميين ودابا تنعاون انا في الدار وليت مريح من الخدمه باش ندور بالكروسه وليت مريح الله 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 يعاونك اخويا حملك ثقيل و... وانا ما بغيت حتى واحد شحال واحد يقول لي واش خاصك شي حاجه نعطيها لك انا ما بغيت شي واحد يعطيني وعاطي هو الله سبحانه, سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. ودابا عندي 6000 ريال هذه السيمانه ديال الحليب. اي يا خويا. وما يشكو والله خاصها واحد ما يشكي حتى واحد. اي يا خويا ولكن غنستفدوا بعضياتنا. لأ. لا اله الا الله ونعم بالله. وانا بغيتك تعطيني واحد الدعوه ليا والوالده تشافها ليا من عينيها. يا ربي وفي يا وفي كريم. وفيها السكار وفيها الانسولين. الله اكبر لا اله انا غادي ندوزها لك كاع مسكينه راه و... خيقه واخا سيدي باذن و... الله الله يرحم لك الوالدين مرحبا خويا وانا ناضي ست سنين هذه وانا تنطب باش تشد لي الخط الله يحفظك يا سيدي خالد الله يعلي مقامك يا مولاي وانا متبعينك ديما الله يخلي لك وليداتك والله يطول في عمرك شكرا لك اخويا خالد شكرا لك المرضي الشريفة مسكينة راه ديما تبكي تقول الله يشد لي الخط واخا واخا نسمعوا لها سيدي نسمعوا لها هي هي مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام الشريفه لاله وسهلا لا لاباس لا الحمد لله يبقى الصحيحه ديالكم ولا لا؟ لاباس سيدي الله اللي عالم متطلعون على كل شيء لا اله الا الله يشافيك ويعافيك جاي معايا الله يرحم والديك يا رحمن يا رحيم في ليبيا ايه مطلقه من بوها انا ايه من مات الحسن ثاني. لا اله الا الله يرحم الجميع ما شتهاش وملي بغيت ندرس باش نشوفها ناشت ناشت نهار نهار 26 ديال هذا سيدنا رمضان الله اكبر ان لله وانا راجعون بقصيده هي وليداتها الله, ولي الله و... اكبر وما بقيتش شتا الله والله اكبر يا عالم بكشي لا اله الا الله يا عليك ودك ما بغيت حتى حاجه كنت الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى من عندك يا ربي الخير يا رحمن يا رحيم لا اله الا يقولوا امين إيه. وانت راك محبوب ومكرم عيب يديك اللي دعا اللي كنسمعوا منك الله يحفظك معنا الله يحفظك لاله الشريفه الله يحفظك الوالدين لا اله الا الله اللهم امين سيدي الله يرحم والديك شكرا لك لاله شكرا لك من نعم سيدي المهم قول لي واش شي خطا ولا ما شي خطا واخا سيدي باذن الله خويا الله يحفظك اخويا لا حول ولا قوه الا بالله كنشكرك اخويا وكنشكر الوالده ديالك وكنعزيها عظم الله اجركم لالا عظم الله اجركم صعيب أه مجموعه ديال المواطنين والمواطنات فعلا كانت علاقه طيبه بين المغرب وبين ليبيا من اللي كان المغفور له الحسن الثاني طيب الله تراه كانت كانت القلوب لا شاء الله كان المغرب العربي الجميل كان المغرب والجزائر وليبيا وتونس وموريتانيا كان يقوم واحد المغرب عظيم مغرب عربي غيوقع فيه التضامن والتكافل والتنمية المستدامة كانت غتزول الحدود الاصطناعية وكان غادي يكون المواطنين المغاربة في جميع هذه البلدان الخمسة قد يكونوا إخوة متحابين متعانقين فعلا مجموعة من المغاربة هاجروا إلى ليبيا كانت تم الخير الحمد لله كانت تم النفط كان البترول كانت من الغاز كان اليد العاملة القوة واحد الشيء ل... 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 جميل جدا لكن من كان يدري بأن الأوضاع تأزم هكذا وصارت إلى ما صار إليه النزاع بين المغرب والجزائر ولا ولا حاجز في بناء هذا المغرب العربي الجميل هذا الحلم الجميل اللي كنا كنتمناو جميعا الان بعد الربيع العربي ها هي ليبيا تتساقط وتتهاوى امام النزاعات والفرقه وبقيه الدول تعاني ما تعاني منه لا حول ولا قوه الا بالله المشكل ديال المغاربه العالقين في ليبيا مشكل كبير لطالما جاو واحد المجموعه من الاذاعه وحكوا لنا على مشاكلهم وظروفهم كنتاسفوا لما وقع شريفه بعد غيبه طويله لابنتك توفت في هذا الشهر المبارك 26 رمضان بحادثة ولم يكتب لكم اللقاء أكيد أن هذا حزن عميق وهذا ألم شديد ولكن قدر الله وما شاء فعل هذا يتسمى القضاء والقدر ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك هنا الإنسان كيوقف كيوقف العقل كيوقف الفكر وكيوقف تأنيب الضمير كيقول الأمر لله من قبل ومن بعد هو سبحانه وتعالى يتنزه في ملكه هو أراد أن يرانا هكذا ونحن حامدين شاكرين لكن أبشرك شريفة بأن من مات بحدث السير راكي تسمى موت البغتة من الشهداء ربحل الغريق وبحل الحريق وبحل من سقط من علين وبحل المرأة عند الوضع وبحل من أكله حيوان مفترس ضار وغير ذلك فهي إن شاء الله غتكون شهيدة هي وأولادها بهذه الحادثة المؤلمة الفزعة ولكن بمقابل ربنا عز وجل كي يعطي تعويضات كبيرة تعويضات كيعطي لمن توفي بهذه الحادثة مقام الشهادة عند الرحمن وأبشري الحمد لله الدنيا كلها نحن كنا مودعين دنيا قصيرة الموت فراق ولقاء فراق هنا ولقاء هناك وسوف نلتقي جميعا راه اللي كيبقى فينا غير الحر ديال الفراق فقط والا فإننا كلنا سوف نلتقي، كلنا سوف نلتقي عند الرحمن، إحنا غير في واحد سفريه مختصره سرعان ما سوف نودع ونحمل الحقائب وتاتي الطائره لتعيدنا الى دارنا، الدار التي كان فيها ابونا ادم وامنا حواء قبل ان يقول لهم الله تعالى اهبط منها. فاسال الله تعالى ان يرزقك الصبر والسلوان واسال الله تعالى ان يشافيك من بصرك ويشافيك من كل جوارحك. وكنقول لوليدك سيدي خالد كنقول ليه الخطا وارد من اللي رفضتي الابناء ولكن هنيئا لزوجتك التي ارشدتك بالخير وارشدتك بالصلاح وفعلا قد استدركت الخطا استدركته الحمد لله تعالى الان ما عليك من شيء اللي عليك ان شاء الله تعالى هو تكمل في العمل ديالك ونسال الله الواحد الاحد ان يعينك ويجعل ذوك الوليدات يكونوا مرزوقين ويكونوا مكرومين ويكونوا مرحومين اللهم افتح لاخينا خالد ابواب الرزق، اللهم ارزقه ببركه هذه الوليدات، اللهم افتح له رزقا واسعا ان كان رزقه في السماء فانزله، وان كان رزقه تحت الارض فاصعده، وان كان رزقه بعيدا فقربه، وان كان رزقه قريبا فمكنه منه، وان كان رزقه قليلا فكثره، وان كان رزقه كثيرا فبارك له فيه، اللهم ارزقه رزقا حسنا وبارك له في الزوجه وفي العائله والاحباب وكل من قال امين اللهم ارزقوا رزقا حسنا ببركه الساعه المباركه التي حان فيها وقت اذان صلاه العشاء حسب توقيت الدار البيضاء والنواحي نرفع الاذان نقوم للصلاه ثم نعود لنواصل تقبل الله من الجميع صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم تقبل منا جميعا الصلاه. اللهم وفقنا لاداء هذه الفريضه. في وقتها مع الجماعة في مساجد الله وارزقنا اللهم فيها الاخلاص وارزقنا فيها القبول يا ارحم الراحمين يا رب العالمين ونعود ايها الاحبة الكرام لنواصل هذا اللقاء المبارك ونستقبل المزيد من المكالمات اللحظة ناخذ مكالمة من اقليم شيشاوا. الله عليكم زينب مرحبا بك لالا. يا كريم حفظك الله ورعاك بركة عوايشك سعيد الله يدخل لكم الصحة والعافية وطول العمر يا ربي مرحبا لالا زينب ااا آه خويا قريبة دعوة للوالدين ان شاء الله بشي حجة يا ربي يا كريم ودعوة لخوتي كاملين هو واحد خويا عنده كيدوز هذا الباك ان شاء الله نتمنى النجاح يا رحمن يا رحيم ووحدة الوقت من العائلة تيجي واخطة بزاف وتترفض تنتمنى لها شي يا رحمن يا رحيم يا رب يا رب يا كريم يا شكرا لك للذين بحفظك الله. الله. أه أكرمك الله. الله اكرمك الله اكرمك الله اكرمك الله شكرا للذين آه وذكرتنا آه بالحج وهذه فرصه لكي نذكر المستمعين والمستمعات وكافه المواطنين لذلك البلاغ اللي وضعته الوزارة ديال الأوقاف والشؤون الإسلامية أنها فتحت التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج بدا من يوم 10 من اليوم الاثنين وسوف يستمر إلى حدود واحد 21 في الشهر يعني اللي عنده رغبة في الحج غادي يقصد المقاطعة اللي كيسكن فيها مقر سكنه وتما غادي يلقى القا... القوائم ديال التسجيل وغادي يسجل نفسه في هذه المده محدوده راها من 10 الى 21 في هذا الشهر ديال يونيو ونسال الله تعالى للزينب ان يكتب لامك وابيك حجه هو الحجاج تم اختيارهم متى تم اختيارهم في السماء ليله القدر المباركه ليله القدر ربنا عز وجل كلف الملائكه وهو قادر على كل شيء كلفهم بان يعد له قائمة بأسماء ضيوف الرحمن هذه السنة فقد تم اختيارهم سلفا في السماء والإجراءات فوق الأرض ذكرها إجراءات إدارية وإلا فقدر الله تعالى محتوم نسأل الله تعالى أن نكون جميعا ممن اختارهم المولى جل جلاله من الذين سيؤدون مناسك الحج هذه السنة وكل سنة بإذن الله الواحد الأحد الفرد الصمد وأسأل الله للذين يكرم والديك بحجة مباركة بلا تعب ولا مشقة تكون هدية من السماء كرامة من عند الرحمن باش ممكن نحصلوا على هذه الهدية سهلة ومهلة هو أن الإنسان كيجعل كي قلبه مسلم اللي بغى يمشي للحج وكيخاف من القرعة ودائما كيلقى كي مشكلة أو ما عندوش الإمكانات المادية أو الوقت لا يسمح له بأن يسافر هذه المدة الطويلة فهذه الحواجز كلها ستزول كان بدأوا في الأول بإصلاح القلب أن الإنسان يقول المحبة للجميع والعفو على الجميع الله يسامح والله يخلف من القلب من أعماق القلب خلي قلبك سليم ثم لسانك يكون رطبا بذكر الله لسانك رطبا بذكر الله ثم تكون عندك النية بأنك تقدم يدك الخير أنك في محطك ربي أنت ما تقول لا تسعى في الخير مع أهل الخير غير هاد الشروط ثلاثة ثلاثة قلبك سليم فيه المحبة والمودة والصفح والعفو عن الخلق القلب ثم اللسان أن يكون رطبا بذكر الله تعالى دائما يذكر المولى جل جلاله ثم عندك النية أنك تمد يدك الخير اللي قال لك نتعاونوا نتعاونوا اللي قال لك نديروا نديروا ما تفكرش ب... باللاتي عندك العزيمة بهذه الصفة الثلاثة المختصرة ربنا عز وجل يصطفي من عباده ويختار لهذا الموسم المبارك فاسال الله تعالى الذي نب يكون والديك من هؤلاء الذين اكرمهم المولى عز وجل بهذه الزياره الميمونه ايضا للذين نبد ذكرتينا ان الطلبه ديالنا والطالبات التلاميذ والتلميذات وليداتنا غيدوزوا هذه الايام الباكالوريا وانهم في وضعيه ديال الخوف وديال القلق وديال التوجس نقول لهم يا ابناءنا الاعزاء الباكالوريا ماشي بوع, بوع خطير هي مجرد واحد المرحله بسيطه جدا كلنا اجتزناها بكل اريحيه غير ما تكبرهاش ما تعظمهاش ما تجعلهاش عائق كبير بينك وبينها لا اعتبر بان واحد ممر بسيط غدوز فيه بسلام رجع الدروس ديالك دون ان تقهر نفسك ودون ان تفرط دائما الوسطيه والاعتدال كننظم وقتي كنحفظ كنقرا كنعتمد على رب العالمين وكنمشي وانا بمعنويات مرتفعه راه اللي كيخافوا كيتقلقوا وكيشعر بالفزع كيضيع من القدرات ديالو والمؤهلات ديالو نعتبره بان ما مر عادي وانطلب الله تعالى يوفقها جميع التلاميذ والتلميذات اللهم يا ربي اجعلهم موفقين في امتحانات البكالوريا واجعلهم ناجحين متالقين واسعد قلوبهم وقلوب والديهم بهم واسعد قلوبنا جميعا بهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين ونطلب الله تعالى زينب يوفق الاخ ديالك في النجاح يكون شاء الله من الناجحين الفالحين ويكون ان شاء الله من المتالقين وهذه الاخت اللي هي عندها موانع في الخطبه الموانع يزيلها الموانع كنا في كل مجال كاين في الزواج كاين في التجاره كل الموانع في العمل كاين الموانع في الامتحانات كل الموانع في الحياه كلها واسهل ما نزيل به الموانع هو ان نكثر من الاستغفار فحسب إيش عندك المانع في اي غرض عندك صراع مع المحيط ديالك عندك نزاع مع الزوجة عندك نزاع مع باترون عندك قلة مال عندك ظروف كلها معكسة سهلة مهلة تزول بأمر الله تعالى كيف بالإكثار من الاستغفار النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب خلاص ببساطه جدا وسبحان العظيم وانت تكثر من الاستغفار شانك يعلو عند الرحمن ثم ما هي الا اوقات وجيزه حتى تجد الفتوحات تجد الكرامات تجد الاعطيات تجد القبول في الارض والسماء فلنكثر من الاستغفار وسوف نرى عجبا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أقولها وأكررها على الأقل مئة مرة في اليوم وسترى بأن العكوسات والموانع عمر ما تحط بك ديما عندك القبول فين ممشيتي إن شاء الله ميسر فين ممشيتي كلمتك مسموحة ورايتك مرفوعة وجيبك عمرو ما يخوى بإذن الله الواحد الأحد شكرا لك إلى اللزينب وبارك الله فيك وفي العائلة أجمعين ونتحول الى اقليم اخر نتحول من شيشاوا الى اقليم تازة مع لاله خديجه السلام عليكم السلام. مرحبا لاله خديجه علي. السلام عليكم اسمح لي الله يرحم الوالدين مخلوعه شويه لا بنتي الا حنا في الاسره واحده حنا جالسين مع العائله ومع الاحباب الخلعه كتكون في الامتحان كتكون امام القضاء امام مفوضيه الشرطه حنا في هذا البرنامج ديال دي الاسره ديال الاريحيه خذي راحتك كامله والف الف مرحبا لاله خديجه. اي الله يرحم الوالدين انا غادي نطلب منك الدعاء ولدي غادي يدوز غداك ماشي مع غير مع ولدي. اي الله مع وليدات المسلمين اجمعين العام كان كان خسر بصفه نص نقطه. الله اكبر دابا كنتمنى من الله رب العالمين ما يضيعنيش هذا العام يا رحمن يا رحيم ما يضيعوش وما يضيع جميع وليدات المسلمين يا اللهم امين يا رب ولدي انا ما كنطلبش غير لولدي وليدات المسلمين اجمعين اللهم امين لاله خديجه وكنطلب من الله رب العالمين يشفي الزوج ديالي مريض وولدي الصغير مريض الله يشافيهم اجمعين يا رب وحا. يا رب وكنتمنى الشفاء للجميع الهضره مني كنكون على الهواء الهضره كتمشي ليا وداك الشيء راه كان عيا ما في الرقم ديالك الخاص واتصلت نيت اليوم كان كيصوني وشويه قطع التليفون الله يرحم الوالدين لا اله الا الله الا إيه كان ممكن بغيت نهضر معاك واخا الشريفه واخا باذن الله الواحد لحد معذره لان اليوم عندي العمل في واحد الاداره كنضل من 9 الصباح حتى 8 العشيه والله بدون انقطاع من 9 الصباح الى 8 العشيه وانا في عمل شديد في ملفات وفي مواطنين ومسؤوليات وعمل مكتبي حتى لا حتى لم ارى اولادي والله معذره معذره لبعض الاحباب كنحاول نجاوب على ثلاثه اربعه خمسه عشرة المكالمات وكل مكالمه كدير لي وقت كثير لان كنكون فيها مسؤوليه وفيها طلب تدخل وفيها وهذا كي كياخذ كي واحد الوقت كثير فمعذره معذره واسال الله الواحد الاحد يحفظكم جميعا ويرعاكم لاله خديجه كنشكرك الشكر الجزيل على التواصل ديالك وذكرتينا بان الابناء ديالنا في البكالوريا غدا الامتحانات ونسال الله تعالى ان يرزق ولدك فهم سيدنا سليمان وحكمه سيدنا لقمان وان يجعل كل عسير عليه سهل يسير الله يجعله موفقا يا ربي يعلم الله في الغيب ويوفق الله تعالى ويلهمه الصواب والرشاد هو وجميع ابناء المسلمين بفضلك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين وكنقول الابناء ديال التلاميذ والتلميذات ملي يمشي الامتحان آه نستحضر بان هذا امتحان الدنيا لا يساوي شيء لان كله الى زوال ولكن امتحان الاخره عظيم فكان ملي كنتذكر الامتحان الاخره يهون علي امتحان الدنيا ومن وملي كنشعر بانني آه عندي صعوبه اسهل طريقه هي نكثر من الصلاه على النبي الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة على النبي كل ما كل ما نويتي في خاطرك ربي يعطيه لك كل ما نويتي في خاطرك ربي يعطيه ليك سبحانه وتعالى أنك كتنوي داكشي اللي بغيتي وكتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الامتحان غتلقى المفاجأة السارة غتلقى بأن السؤال اللي غيطرح أنك سبق لك درستيه وراجعتيه وفهمتيه فهما جيدا وغادي يبان لك بأنك الأفكار بدأت تتسابق في ذهنك وغتلقى بان قلمك سيال يكتب بوضوح بخط مقروء وجميل ومنظم وغتلقى بان الافكار جاءت متناسقه وغتلقى بان الوحده الموضوعيه للموضوع المطروح ربي الهمك فيها الصواب وغتلقى بانك ذكرت المقدمه والاشكال ثم رجعت الخاتمه باسلوب فصيح وبليغ سواء بالعربيه او بالفرنسيه او بالانجليزيه او بالاسبانيه ثم المواد العلميه غتلقى بان جميع المعادلات المعقده ربي سبحانه وتعالى أعطاك الفتح الرباني فيما تعكس لك واحد الباب من الابواب صلي على النبي ما تفزعش اياك تخاف اياك تقول هذا الشيء كثير عليا او هذا الشيء ما رجعتوش وتشعر بالارتباك اياك حط السيلو حط الورقه صلي على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا رسول الله اللهم صلي وسلم على رسول الله وخذ واحد النفس ارتاح غيجي الالهام غتجي الفتوحات غتجي الكرامات غتجي البركات وغتجي الانوار والاشراقات الربانيه وغتلقى بان الجواب غادي يجيك من عند رب العالمين وغتلقى ورقتك فيها القبول وغطيح في واحد المصحح حتى هو غادي يكون ميسر واحد المصحح اللي غادي يكون مبارك وغتكون نقطة إن شاء الله تعالى مرضية إن لم تكن عالية وعالية جدا بإذن الله فأسأل الله الواحد الأحد للا خديجة يرزق أوليدك النجاح والفلاح إن شاء الله باذن الله ان شاء الله غتعاود التصلبين فيما بعد وغتبشرينا بانه قد نجح وبنقط عاليه باذن الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لا يرد من دعاه ولا يخيب من رجاه واسال الله تعالى ان يتجلى على زوجك وعلى ابنتك بالشفاء الله يشفيهم الله يعافيهم يا رب بحق قولك وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين يا رب بحق هذا القران العظيم الذي نزل ليله القدر في رمضان هذا القران الكريم الذي تلي في كل وقت وحين اللهم يا رب تجلى على الزوج ديال خديجه وعلى ابنتها بالشفاء الكامل والتام فضلا منك واكراما قولوا معنا جميعا امين 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 يا رب العالمين. ونتحول الى اقليم الصويرة مع لاله حليمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أهلا بنتي حليمة. ربي يخليك. بغيتك قاعدة أنا ما نعيط لك. مرحبا بنتي، أهلا وسهلا. ديما يا شي دعاء للوالدة لي أنا. يا رحمن يا رحيم. يا رب يا كريم، لا حليمة. شكرا لك. ما نعيط لك اللي داع. أيها بنتي عقلت عليك بنتي حليمة، عقلت عليك. أنا سولتك على الرسول دريس. أيا نبي الله إدريس عليه السلام، إيه عقلت عليك للا حليمة إيه. شكراً لك بنتي حليمة. شكراً لك تحيّة كبيرة لك ولساكنة إقليم الصويرة. حقاً كنذكر لما سألت عن نبي الله إدريس يسمى شيت ومن أوائل الأنبياء والمرسلين وكان في حرفته خياطاً. لأن جميع الأنبياء والمرسلين كانوا عندهم حرف وعندهم مهن. كل واحد له مهنته سيدنا نوح كان في الاول فلاح زارع يزرع الاشجار باش يدير الخشب باش يصب السفينه ومن بعد تحول الى نجار فقطع الخشب ورد سفينه ثم تحول الى بحار لان ال كان ينتظر الامطار اللي غتنزل والسفينه غتمشي في في عباب الامواج فتنقل من حرف متعدده من من, من زارع الى نجارين الى بحار وقس على ذلك نبي الله يوسف عليه السلام كان وزير وكان مستشار خاص للملك وسيدنا المسيح عيسى بن مريم في الاول كان صباغ كان يشتغل في الصباغه ثم بعد ذلك تحول الى الى صياد كان يصطاد السمك ولما فاض عليه السمك قال لأتباعه الحواريين هل لما بنا نصطاد بني الإنسان فكان يدعو إلى إلى دين الله تعالى وهكذا كل نبي من الأنبياء إلا أعطاه الله تعالى أعطاه الله تعالى واحد الحرفة سيدنا داود عليه السلام كان كان حداد ولما صار نبي صار عليه السلام أنه يصنع لبس الحرب للجنود وسيدنا موسى عليه السلام كان راعي يرعى الغنم وكان فلاح وهكذا جميع الانبياء الا وعندهم حرف وسيدنا داود كان خياط كان خياطا يخيط الثوب لكن بمدى يمتاز وانه قبل ان يغمز او يغرس الابره كان يسبح في كل غرزه يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد عاد كيدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد فكان من اعظم وابرك الانبياء والمرسلين. بنتي حليمه اسال الله تعالى ان يحفظ والديك ويشافيهما ويبارك فيهما. ويمتعهما بالصحه والعافيه وتمام العافيه وهذه مناسبه ندير واحد الدعوه ديال الخير جميعا للاحباب الكرام. فاللهم يا رب العالمين يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا سالما غانما معصوما ولا تجعل منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا شر وسوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يعز من عديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شافيته ولا ضالا إلا هديته ولا مولودا إلا أصلحته ولا ميتا إلا رحمته ولا تلميدا أو طالبا إلا نجحته ولا مسجونا إلا سرحته ولا مسافرا الا سالما غانما رددته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا اعنتنا على قضائها برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انا عبادك بنو عبيدك بنو امائك نواصينا بيدك عدل فينا حكمك ماض فينا قضاؤك نسالك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في احد كتبك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا. اللهم احفظنا جميعا بما حفظت به القران الكريم ورعانا بما رعيت به الذكر الحكيم. اللهم اجعل القران الكريم لنا في الدنيا مرشدا. وفي القبر مؤنسا والى الجنه رفيقا اللهم ارحمنا فوق الارض وارحمنا تحت الارض وارحمنا يوم العرض يا رحمن يا رحيم نسالك اللهم في هذه الساعه المباركه ان تتقبل منا جميعا صيام رمضان وقيام لياليه وختم القران وتوفقنا جميعا لصيام الست من شوال وارزقنا اللهم فيها الاخلاص في القول والعمل اللهم وفق جميع التلاميذ والتلميذات والطلبه والطالبات الذين هم امام الامتحانات يا رحمن يا رحيم اجعل كل عسير عليهم سهل يسير اللهم اعطهم النجاح والفلاح اللهم بارك لهم في التحصيل العلمي ووفقهم لحسن الاجابه واجعلهم يا رحمن يا رحيم جميعهم ناجحين فالحين اللهم اقر عيون والديهم واحبابهم بنجاحهم اللهم وفق المسؤولين في قطاع التعليم والتربيه والتكوين على ان يقدموا المساعدات اللازمه لابنائنا وبناتنا ويكونوا بهم رحماء لطفاء اللهم وفقهم توفيقا عظيما وبارك فيهم يا رحمن يا رحيم ونسالك اللهم ان تشافي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم كل من كان مريض وكل من كان سقيم وكل من كان عليل يا ربنا عجّل لنا وله بالشفاء اللهم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي الما كل من كان مريض بمرض عضوي او بمرض نفسي او بمرض روحي اللهم شافي الجميع اللهم شافينا في عظامنا وفي لحمنا وفي دمنا وفي جلدنا وفي شعرنا وفي ابصارنا واسماعنا وعقولنا وقلوبنا وشافنا في أرواحنا وشافنا في نفسيتنا اللهم شافنا من كل داء ومن كل سقم ودع الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا أجمعين ويبارك فينا أجمعين اللهم يا رحمن يا رحيم كل من كان فقير وكل كان محتاج اللهم افتح لنا وله جميعا أبواب الرزق الحلال يا رزاق ارزقنا وإياه رزقا واسعا اللهم أكرمنا بكرمك وجد علينا بجودك اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب ونقنا من القرش الحرام بالماء والثلج والبرد واجعل كل طعامنا حلال وكل كسبنا حلال وبارك لنا في القليل حتى يصير كثير فضلا منك واكراما يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم والف بين الازواج والزوجات اللهم اجعل بين كل زوج وزوجه موده ورحمه وفرحه وسرورا انزع يا مولانا من قلوب الازواج والزوجات نصيب الشيطان انزع منها الغيره والغضب والتمرد وحب السيطره اللهم يا رب واملا قلوب الازواج والزوجات محبه وموده وتضحيه وسعاده وسرورا اللهم بارك في الاولاد والبنات اللهم انبتهم نباتا حسنا اللهم اجعلهم مرضيين اجعلهم مهديين اللهم احفظهم بالسبع المتان والقران العظيم اللهم كل من كانت عازبه او كان عازبا اللهم انس وحشه العزاب والعازبات اللهم اختر لكل منهما نصيبه ونصفه الاخر اختره له من عندك يا مولانا واجعله اختيارا موفقا مباركا وكل من ينتظر الحمل اللهم بشره بحمل قريب اللهم وارزقه الذريه الطيبه بالذكور والإناث وعجل لنا ولهم جميعا بالفرج والخير والبركات وكل من كان مسجونا وراء القضبان ولم يشمله العفو الملكي السامي في هذا العيد السعيد اللهم عجل له بالفرج اللهم عجل لسجنائنا بالفرج يا رب يا كريم اللهم اصلح حالتهم واصلح سريرتهم وعجل لهم بفرج قريب فضلا منك وإكراما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وكل من توفي لنا ولكم من احبابنا واقاربنا واقاربكم اللهم ارحمهم رحمه واسعه اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اجعل قبورهم روضه من رياض الجنه واجعل قبورهم مزار للملائكه واجعل قبورهم روح وريحان وجنه نعيم اللهم الحقنا بهم مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين اللهم احفظ هذا البلد الامين اجعله بلدا امنا مطمئنا سخاء رخاء اجعل في بلدنا الامن والامان، اجعل في بلدنا الخير والبركه، اللهم رخص اسعارنا وكثر ارزاقنا ووفق جميع المسؤولين لما تحبه وترضاه. اللهم بارك في سلطاننا المحبوب امير المؤمنين جلاله الملك محمد السادس، اللهم وفقه للخير واعينه عليه ومتعه بالصحه والعافيه وتمام العافيه واقر عينه بولي عهده المحبوب المولى الحسن وبسنه الرشيد المولى الرشيد. وكافه الاسره الملكيه الشريفه اللهم وفق جميع ولاه المسلمين الى الخير اللهم وفقهم للعمل الصالح اللهم الف بين قلوبهم ووحد كلمتهم وارفع رايه الاسلام خفاقه في كل مكان يا رحمن يا رحيم كما جمعتنا في هذا اليوم المبارك السعيد على اثير هذه الاذاعه اجمعنا قريبا في مكه المكرمه واجمعنا في المدينه المنوره واجمعنا فوق جبل عرفه ومنن ومزدلفه واجمعنا يا ربنا يوم القيامه في الفردوس الاعلى بجوار خير الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته المكرمين من الانصار والمهاجرين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا امين امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قولوا جميعا امين 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 يا رب العالمين. السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.